أشاد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بالمناقشة الديمقراطية الدائرة في الحوار الوطني، مشددا على أهمية استثمار الفرص المتوفرة لتمكين الشباب. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الشباب المندرية تحت المحور الاجتماعي المنعقد لمناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية. ودعا الدكتور عبد القوي إلى ضرورة تخصيص جزء من المناهج والحياة الجامعية للتثقيف السياسي وزيادة الوعي. من جانبه قال شريف الجبري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إن التمكين يعتمد على شقين، هما تعزيز الإرادة والممارسة والمشاركة، مؤكداً أن المعنى الفعلي لتمكين الشباب ظهر في السنوات العشر الأخيرة.